راجع تك فيديو بريزنت. هو يواجه غدا السبت ابتداء من الساعة الخامسة لقاءه أمام كايزر شيفز، آخر استعدادات ممثل الكرة المغربية في عصبة الأبطال. نتابعها مع عبد المجيد بالكابوس وهشام السعودي، موفدي الرياضية إلى دربة الجنوب إفريقيا. يوم الجمعة بالنسبة للرجاء الرياضي انطلق باجتماع تقني مغلق للمدرب واللاعبين، تالته حصة تدريبية ثانية للفريق وكانت بملعب موسيس مبيدة على الساعة 6:30 مساء تحضيرا لموعد مباراة يوم السبت أما كايزر شيفس الجنوب إفريقي. الحصة غاب عنها الحارس خالد العسكري الذي اكتفى بالمتابعة من دكة الاحتياط بسبب ألم حاد في أحد الأضراس. ودواء في وضعية صحية جيدة، يعني ما عنده مشكل، وضعية صحية جيدة يخلينا يرتاح في الابخي ميدي. هو حاضر كتشوفوا المشاهد الكريم كيشوفوا راه هنا واجد مع المجموعة، يعني إن شاء الله غادي يكون مع الفريق اللي غادي يلعب المقابلة إن شاء الله. أرضية ملعب موزيس مبيضة تغري بإجراء التدريب في مستوى لائق والتحضير للمباراة على أحسن المستويات. عناصر الفريق الأخضر تبدي ارتياحا كبيرا وتؤكد استعدادها للمواجهة. وهي الأجواء كما شفتوا كما شاف الجميع الحمد لله أجواء مزيانة، والحمد لله الجو كما تشوفوا راه مزيان، وخا كاين شوية الرطوبة ولكن الملعب ماشي خلاص باش نحققوا واحد الرزلت العيانة. الحمد لله الملعب مزيان ان شاء الله، داخلين عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. والحمد لله كاين ملعب مزيان، الاجواء مزيانه، اللعابه كلهم متحمسين، الكل ان شاء الله متجند ان شاء الله باش نقوموا بواحد المقابله كبيره. الخصم اللي شفناه اللي كيلعب كره حديثه، احنا اللعابه كاملين واعيين بالمسؤوليه اللي علينا، وان شاء الله احنا جايين هنا باش نحققوا ان شاء الله الفوز ونديروا ان شاء الله نتيجه مزيانه ان شاء الله. جماهير الفريق الاخضر حضرت الى دوبان لمسانده الرجاء الرياضي في مباراته المهمه. انا نقولوا العشرات من الجماهير نقلت لمدينه دوبان جنوب افريقيا لتشجيع الفريق ولتقديم الدعم، وصراحه باش نطمئن الجمهور الرجاوي والجمهور المغربي، الامور كتمر اجواء جيده جدا. بعد نهاية الحصة التدريبية للرجاء بملعب موزيس مبيدة، دخل الطاقم التحكيمي الجابوني لأرضية الملعب ليتفقد الأجواء، وكانت الفرصة للقاء لاعب الرجاء فيفيان مبيدي الذي كان هدافا للدوري الجابوني في وقت سابق. On a fait un bon voyage malgré c'est un peu fatigant mais voilà on a fait quelques jours ici on s'est bien entraîné ici donc je pense qu'on est bien pour le match de demain inchallah on va satisfaire nos supporters surtout on défend les couleurs du Maroc on est là c'est un peu maintenant pour Raja mais c'est pour le Maroc maintenant. هي مباراة مهمة تنتظر الرجاء الرياضي في عصبة الأبطال، سيكون خلالها مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب قبل موعد الإياب بالدار البيضاء.